حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. سنناقش في حلقة الليلة استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين اليمنيين وحالة التصعيد الخطيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء من اعتداءات ضد الصحفيين. اختطافات واعتداءات متكررة، لوائح سوداء وتعسفات وفصل في من وظائفهم، هذه مجمل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن منذ سيطرة الميليشيا على مؤسسات الدولة واجتياحها للمدن. ظروف خطرة للغاية يعمل فيها الصحفيون في ظل مناخ عدائي لحرية الرأي والتعبير من قبل ميليشيا لا تفرق بين صحفي ومحارب. مؤخرا عبرت نقابة الصحفيين عن بالغ قلقها من التصعيد الخطير الذي يشهده حقل الحريات في اليمن من خلال الاعتداءات الوحشية على الصحفيين وكتاب وسط العاصمة صنعاء وحالة التعذيب التي يتعرض لها صحفيون مختطفون في سجون الميليشيا. وبحسب مركز حماية وحرية الصحفيين العرب، فإن اليمن تتصدر المرتبة الأولى من حيث عدد الصحفيين المختطفين في العالم العربي. ورصد المركز نحو 44 صحفيا يمنيا من إجمالي 99 صحفيا عربيا مختطفا حتى اليوم. إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع سينضم إلينا من عمان رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين العرب الأستاذ نضال منصور، ومن صنعاء نقيب الصحفيين الأسبق الأستاذ عبد الباري طاهر، وكذا سكرتير لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين أشرف الريفي. ولكن مشاهدينا، قبل البدء بالنقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير. لا يمر أسبوع في اليمن دون خبر اختطاف صحفي أو الاعتداء عليه أو تعذيبه، ودون أن تصدر نقابة الصحفيين بيانا ترصد فيه اعتداءات جديدة على الصحفيين وتطالب بالإفراج عن المختطفين في سجون الميليشيا. أحدث حالات الاعتداء استهدفت الصحفي نائف حسان رئيس تحرير يومية الشارع في العاصمة صنعاء، وتعرض خلالها للضرب المبرح من قبل عصابة في وضح النهار. تلتها محاولة اختطاف الصحفي فتحي أبو النصر. نقابة الصحفيين عبرت عن قلقها لهذا التصعيد الخطير بعد إغلاق كافة وسائل الإعلام المخالفة للميليشيا وملاحقة عشرات الصحفيين. واقع لم يعد السكوت عنه ممكنا، تقول النقابة الباحثة عن وسائل مواجهته مع تحميل السلطات الإنقلابية مسؤولية استهداف الصحفيين. ولأنهم الباحثون عن الحقيقة الناقلون لمجريات الحدث، فإن الميليشيا تسعى دائما لإخفائها وتحاول عن سبق إصرار وترصد إسكاتهم أو إبعادهم بكل الوسائل. كما تضيق ذرعا بما يقومون به من انتقاد ونشاط معارض ليجد الصحفي نفسه عرضة لمصير كهذا. مركز حماية وحرية الصحفيين العرب ذكر أن اليمن تحتل المرتبة الأولى في عدد الصحفيين المختطفين، فمن إجمالي 69 صحفيا مختطفا في العالم العربي يتصدر اليمن بنحو 44 منهم. اختطفتهم ميليشيا الحوثي باستثناء 3 منهم لدى تنظيم القاعدة. مشاهد الاعتداءات والانتهاكات بحق الصحفيين اليمنيين عديدة وما زالت مستمرة في محاولة لقتل مسيرتهم. وفي ظل استمرار الانتهاكات وسيطرة الميليشيا على المدن والمؤسسات، تبقى حياة الصحفيين اليمنيين معرضة للخطر، وهو ما يحتاج إلى مواقف دولية تضامنية تسهم في توفير الأجواء المناسبة لأداء الرسالة الإعلامية. إذن مشاهدينا، لبدء النقاش سينضم إلينا سكرتير لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين الأستاذ أشرف الريفي. مساء الخير سيد أشرف. مساء النور. سيد أشرف، نبدأ معك من حيث أحداث ضحايا الاعتداءات التي طالت الصحفيين في الفترة الأخيرة. أنتم في النقابة، ما هي الإجراءات التي اتخذتموها للرد على هذا التصعيد أو الحد منه؟ نعم، نقابة الصحفيين عادة تتعامل مع كل واقعات اعتداء بتوثيق هذه الحالات في البداية وإدانتها، وكذلك العمل مع عديد من الجهات المهتمة بالحقوق والحريات. نعم. العمل على توثيق مثل هذه الحالات في الآونة الأخيرة، وخلال تقريبا الأسابيع الأخيرة كان هنالك تصعيد وحشي تمس حياة الصحفيين. هناك محاولة قتل الزميل نبيل صبيح، هنالك محاولة اعتداء الزميل نائب حسان، محاولة اختطاف لتحرير صحيفة الثوري. هناك تصعيد واضح. تأتي هذه الوقائع والأحداث بعد أن شهدت اليمن إغلاق وإفتات لكل المنابر،
من تبقى من الصحفيين والإعلاميين الذين فقدوا أعمالهم، الذين فقدوا وسائلهم الإعلامية، اليوم يلاحقون إلى بيوتهم، اليوم يلاحقون إلى الانتهاكات والاعتداءات في الشارع العام. نعم. حياة الصحفيين اليوم في اليمن في خطر. نعم سيد أشرف، هذه بعض الحالات كانت في العاصمة صنعاء، منها الأستاذ نبيل سبيع وأيضا الأستاذ نائف حسان. ما مدى تفاعل المسؤولين عن الأمن في العاصمة صنعاء مع حدث الاعتداء وفي الأخص الأخير الذي استهدف الصحفي نائف حسان؟ هو عادة نحن الآن مشكلتنا أن هذه السلطة، سلطة الأمن الواقع الحالي اليوم في صنعاء، تتعامل مع الصحفي تعدو تعديل كمرتزق من حيث المبدا. يعني هذا الصحفي هو عدو واضح في كل في وقائع كثيره اثبتت على ذلك، ولذلك لا توجد حسن نوايا حتى على من اجل ان توجد هنالك نوافذ ما بين الصحفيين وبين هذه السلطه، هنالك علاقه عداء لا تستجيب لكل النداءات، لكل المناشدات، لإطلاق زملائنا الصحفيين المعتقلين، للكف عن حالات التعذيب. هنالك حالة تعذيب لصحفيين مخفيين منذ أكثر من 9 أشهر، وتأتينا الأخبار أنهم يتعرضون للتعذيب. هنالك نعم سيد أشرف، يعني بمعنى أن تخاذل السلطات في التحقيق في هذه الجرائم، وأيضا العمل في بعض الأحيان على استهداف الصحفيين، بمعنى أن الاعتداءات هذه الاعتداءات هي أعمال منظمة أم أنها فردية؟ الشواهد كثيرة، يعني هنالك يعني ما يفوق 300 حالة اعتداء أو انتهاك إطار حرية الرأي والتعبير خلال عام 2015. نعم. هذا الرقم الهائل، والوقائع تثبت أن هنالك سياسة ممنهجة، سواء على مستوى الفرق هذه الجماعة، على مستوى مؤسساتها، على مستوى مسؤوليها. إذا كان زعيم جماعة الحوثي مثلا على العلن وهو يحرض ضد الصحفيين ويقول أنهم أخطر من المقاتلين وأخطر، فهي سياسة واضحة ومنهجة ضد الصحافة والصحفيين. إذا إضافة إلى الممارسة، يعني إغلاق وسائل الإعلام، ملاحقة الصحفيين، إسكات أي رأي مخالف، هذا واضح ودليل على أن هنالك سياسة ممنهجة وواضحة تجاه حرية الرأي والتعبير في اليمن. نعم، إذن سيد أشرف الريفي تفضل تكرم بالبقاء معنا. نذهب إلى ضيفنا الآخر، رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين العرب السيد نضال منصور. مساء الخير سيد نضال. مساء الفل سيد نضال. لنبدأ من التقرير النهائي الذي أصدره مركز حماية وحرية الصحفيين العرب الذي تترأسه، ما هي حقيقة الواقع الذي يعيشه الصحفي اليمني بالنظر إلى ما استندتم إليه في تقريركم النهائي؟ يا سيدي، هذا ملخص إعلامي، التقرير سيصدر خلال 2 شهر إن شاء الله كاملا، ولكن نعم. يعني يؤسفنا ويحزننا أن الوضع في اليمن سيء جدا بالنسبة للصحفيين، وهذا طبعا ليس جديد. الانتهاكات تقع على الصحفيين في اليمن سابقا وما زالت، ولكنها ازدادت سوءا بعد السيطرة العسكرية لجماعات الحوثيين. نعم. وهذا لا يعني أن الأطراف الأخرى لا تسأل عن الانتهاكات، ولكن المؤشرات المتوفرة لدى الراصدين والباحثين في مركز حماية وحرية الصحفيين تقول التالي: من بين 69 عملية اختطاف واختفاء قسري في العالم العربي، 44 حادثة اختفاء واختطاف في اليمن يسأل عنها الحوثيين على وجه التحديد، وهناك 6 حالات للقتل، منها 5 حالات أثناء التغطية، وحالة واحدة قتل متعمد في اليمن، بمعنى أن عدد القتلى الصحفيين الضحايا 6 صحفيين وصحفية. أيضا سنجد أن هناك ارتفاعا في موضوع الاعتداء على مقر العمل، الاعتداءات الجسدية على الصحفيين، التهديد بالاغتيال والتهديد بالقتل. نعم نعم نعم. يعني هناك حالات قتل يعني تمت رصدها، وحالات تعذيب تطال صحفيين يمنيين ناهيك عن الصحفيين قسرا. هل تدركون أنتم في المنظمات الصحفية العربية مدى الواقع المر الذي يعيشه الصحفيون في اليمن؟
أنت تعلم أنه ليس من السهل توثيق الانتهاكات في بلد يشهد اضطرابات وصراعات مسلحة، وتكون السلطة المركزية فيها ضعيفة وفي بعض المناطق غائبة، وأنت تعلم أن الحكومات تسأل مسؤولية إيجابية، بمعنى أنها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية والالتزامات الدولية مسؤولة عن توفير الحماية الإيجابية للصحفيين، ولكن هذا الأمر في ظل الانتشار والسيطرة المسلحة يصبح في غاية الصعوبة. وأيضا يجب أن تدرك بأنه عمليات التحقيق والتقصي المستقلة لمنع الإفلات من العقاب للجماعات المسلحة أيضا يزداد صعوبة، ويصبح المسألة في غاية الصعوبة. ولكن هذه الجرائم جرائم حرب لا تسقط ولا تتقادم. نعم. ويجب على المجتمع الدولي ويجب على المؤسسات الدولية أن تبقى وراء هؤلاء القتلة ووراء الذين يقومون بعمليات الاختطاف. نعم. لجلبهم للعدالة. نعم، لكن سيد نضال، لماذا لا تشكل جبهة حقوقية عربية ودولية للوقوف مع الصحفيين اليمنيين وما يتعرضون له من أذى يومي ومبالغ فيه؟ تعلم أن اللجان المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية ومن بينها مركز حماية وحرية الصحفيين لم يدخروا جهدا في توفير المعلومات والأدلة والبينات، ولكنهم لا يستطيعوا أن يكونوا قوة زاجرة أو قوة تمنع هذه الانتهاكات. هذه مسؤولية السلطة ومسؤولية الحكومات ومسؤولية المجتمع الدولي، المجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وكل هذه المنظومة الدولية التي تملك أدوات للمساءلة لا تملكها منظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني تمارس عمليات كسب التأييد وعمليات الرصد والتوثيق المنهجي والعلمي، وتقوم بإصدار المواقف وتحريك الرأي العام وتنبيه الرأي العام إلى تزايد. نعم. الأخطار. اليمن أصبح من المدن والدول التي من الدول التي تعتبر من أصعب البيئات وأخطرها على الصحفيين في العالم، ليس في العالم العربي فقط. تعلم أن هناك أيضا تنظيم داعش يمارس عمليات قتل منظم، وهو يحتل الصدارة في قتل الصحفيين في سوريا والعراق، في العراق وسوريا على وجه التحديد، وأيضا عمليات الخطف يتقاسمها مع الحوثيين. نعم. نعم، ولكن استاذ نضال، يعني المنظمات هي يعني اقتصر دورها في اصدار البيانات وايضا عمل رصد لهذه الجرائم، ولكن الاستهداف من قبل هذه الميليشيات مستمر، يعني ما الحل؟ والله يا سيدي، نحن ندعو من خلال هذا المنبر الى تشكيل لجنه تقصي حقائق تكون بمشاركه امميه وفيها خبراء لتثبيت هذه الجرائم و يعني تثبيت مسؤولية من قاموا عن هذه الأفعال. ولكن أنت تعلم أن المنظمات الدولية لا تملك أسلحة، وليس من مسؤوليتها الأخلاقية أن تفعل ذلك، ولا من مسؤوليتها طبيعة عملها الحقوقي. نعم. وأيضا يجب أن ندعو الأطراف الأخرى أيضا ليس فقط إلى الانتباه والحذر، وإلى أنها تتحمل أيضا مسؤولية بعض الانتهاكات لما يحدث. أن هناك حتى التحالف العربي. نعم. يرتكب بعض التجاوزات والانتهاكات، ولكنها يمكن بالمقارنة مع أفعال الحوثيين وارتكاب وانتهاكاته تكون أقل حسب المعلومات المتوفرة للراصدين والباحثين. نعم، تكرم بالبقاء معنا سيد نضال منصور. نعود إلى ضيفنا الآخر السيد أشرف الريفي. ماذا عن المختطفين الصحفيين في سجون الحوثيين؟ هل من معلومات جديدة بخصوص الإفراج عنهم؟ وما هي الجهات التي تتواصلون معها للكشف عن مصير زملائكم المختطفين؟ نعم، بالتأكيد يعني أوضاع المختطفين هي صعبة حتى الآن. نحن نتواصل مع الجهات التي الزملاء معتقلين في سجونها. نعم. لكن لا توجد لحد الآن بوادر حقيقية أو خطوات حقيقية للإفراج عن الزملاء. هنالك وعود متكررة، لكن المؤسف جدا أنه يبدو أن
أن ملف المعتقلين لدى هذه الجماعة يعد ملفا سياسيا تستخدمه في التفاوضات وفي العملية السياسية. وحتى الآن هنالك عدم اكتراث حتى بمطالباتنا أو حتى بمناشدات أسر الزملاء المعتقلين. هنالك وقائع تعذيب أسيرة، نحن نعرف أن الزملاء عبد الخالق عمران وكذلك كرم الوليدي وتوفيق المنصوري تعرضوا السبت الفائت إلى تعذيب والاعتداء داخل سجن احتياط الثورة. هؤلاء الزملاء يعني أحوالهم الصحية وأوضاع اعتقالهم غير سليمة ومهددين في الخطر، وهم كذلك تمنع الزيارة عليهم، ما يعني أن هنالك حالة اعتقال غير آمنة للزملاء. نحن دائما نطالب ونناشد بشكل متكرر لإطلاق سراحهم أو حتى إحالتهم في النيابة لو هنالك تهم حقيقية تجاه الزملاء. اعتقالهم فترة طويلة لما يزيد عن 9 أشهر دون توجيه التهم ودون إحالتهم إلى النيابة بالشكل هذا وضع خطير ويقلقنا بشكل مهم. نعم، ولكن سيد أشرف، ما مدى تفاعل المنظمات العربية والدولية معكم؟ هنا التفاعل جيد يعني من المنظمات العربية والدولية، خصوصا اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين. المسألة أن من يعتقل الزملاء لا توجد لديهم مسؤولية أخلاقية تجاه الآخر، تجاه منظمات المجتمع المدني، تجاه المجتمع الدولي، تجاه حتى الشعب أو حتى الصيغة الدستورية والقانونية للبلد. هذا نعم. الإشكالية تجعل هذه السلطات لا تبالي. هنالك رسالة وجهة الاتحاد الدولي للأمم المتحدة، هنالك رسالة من الاتحاد كذلك إلى اجتماع جنيف 2، هنالك رسالة خاصة لعبد الملك الحوثي. نعم. لكن كل هذه الجهود وكل هذه المحاولات لا تلقى أي استجابة من قبل هذه الجماعة. نعم، إذن ابقى معنا سيد أشرف الريفي. نعود إلى ضيفنا الآخر السيد نضال منصور. سيد نضال، يعني في الحالة اليمنية الراهنة وفي ظل غياب الدولة وسيطرة الميليشيا المسلحة على القرار السياسي ومؤسسات الدولة والمدن وقمع الصحافة وتجريف الإعلام، ما هي المعايير المفترض أن يتمسك بها الصحفي والإعلامي اليمني للنجاة؟ اولا المعايير الاخلاقيه والمعايير معايير العمل الاعلامي يجب ان تبقى في كل الاحوال هي الناظم، بمعنى الصدقيه والحياد والتزام نشر الحقيقه. وفي هذا الحال يجب ان لا يكون الصحفي باي حال من الاحوال جزء من الاله العسكريه، لان الصحفي حين يصبح مرافقا للقوات العسكريه يفقد صفه المدني، وبالتالي لا يحق له، يعني تسقط عنه حصانه المدنيين بموجب القانون والاتفاقيات والمعاهدات الدوليه. ولذلك نحن نطالب زملائنا وزميلاتنا في اليمن الالتزام بذات المعايير وبذات كذا، ويجب ان يتجنبوا ان يكونوا جزءا من الاله العسكريه او القوات العسكريه النظاميه او اي حتى الاخرين يكونوا في الصف الآخر، يجب أن لا يكونوا جزءا من الميليشيات المسلحة. هذا موضوع. لكن من جانب آخر، أنت تعلم أنه للأسف أن كثير من الإعلاميين لم يتلقوا تدريبات على السلام المهنية والأمن المهني، يعني السيفتي في مناطق النزاع وفي مناطق الحروب، ولذلك تجد أنهم خبراتهم في هذا الموضوع تضعهم للأسف يصبحوا ضحايا ويصبحوا هدفا. نعم. ونحن نؤكد بأنه لا شيء يساوي حياة الصحفيين وحريته. السبق الصحفي ليس أهم من حرية الصحفي ومن سلامته المهنية ومن حياته. ولذلك على الصحفيين أن يلتزموا بالمعايير السلامة المهنية، وهناك أدلة صدرت من قبل ذلك ندعو الصحفيين للاطلاع عليها ومراجعتها. نعم. واتخاذها يعني منبرا ودليلا لهم وهاديا لهم في تعاملهم مع مناطق النزاع والابتعاد وتجنب هذه النقاط التي تشكل خطرا على حياتهم وسلامتهم
البدنية. نعم سيد نضال، هناك موجة تحريض مخيفة ترافقها حملات قمع لم تشهدها الصحافة اليمنية في تاريخها الحديث، برأيك ما هي أخلاقيات الصحافة والإعلام لمواجهة هذه الموجة السوداء؟ أنت تعلم أنه للأسف أن خطاب الكراهية، خطاب الكراهية والتحريض والاستقطاب الطائفي أصبحت جزء من أدبيات بعض وسائل الإعلام والإعلاميين، وهي مجرمة بالقانون الوطني ومجرمة بالقانون الدولي، وبالتالي هذه الجرائم الكراهية ربما تكون سببا في موضوع ازدياد استهداف الصحفيين وازدياد الفرز، وأن يصبحوا أهدافا بمجرد أن يصبحوا شهودا للحقيقة. أعتقد أن هناك مؤتمرات كثيرة حدثت وما زالت تحدث من مخاطر هذا التحريض وهذا الاستقطاب الذي لا ينسجم مع المعايير المهنية ولا ينسجم مع مدونات السلوك. نعم، إذن السيد نضال منصور رئيس مركز حماية وحريات الصحفيين العرب، نشكر لك تواجدك معنا في حلقة الليلة. نعود إلى ضيفنا الآخر سكرتير لجنة الحقوق والحريات من نقابة الصحفيين السيد أشرف الريفي، ما هي الجهات التي تتواصلون معها للكشف عن مصير زملائكم المختطفين؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد أشرف الريفي. إذن مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال الحلقة. عدنا إليكم مجددا مشاهدينا الكرام لاستكمال الحلقة ومناقشة استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين اليمنيين وحالة التصعيد الذي تشهده العاصمة صنعاء من اعتداءات ضد الصحفيين. ينضم إلينا الآن السيد عبد الباري طاهر نقيب الصحفيين الأسبق. مساء الخير سيد عبد الباري. سيد عبد الباري، هل نالت الميليشيا ما تريده من استهداف الصحفيين حتى اليوم؟ طبعا الان الحاله من الصحفيين نحوت لذلك الخطوره، يعني الاعتداءات تكرر، اطلاق رصاص، استهداف مناطق غير امنه. الحاله في اليمن الان اليمن تمثل منطقه اشد من المناطق. نعم. أكمل سيد عبد الباري. مرحبا. نسمعك أكمل. معكم. سيد عبد الباري، هل تسمعنا؟ فعلا مرحبا. نعم، كنت قد سألتك هل نالت الميليشيا ما تريده من استهداف الصحفيين حتى اليوم؟ إذن مشاهدينا يبدو أن هنالك مشكلة بالتواصل مع السيد عبد الباري طاهر. إذن بهذا القدر نكتفي من موضوع حلقتنا لهذه الليلة، وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي عبر الهاتف من عمان السيد نضال منصور رئيس مركز حماية وحريات الصحفيين العرب، وأيضا سكرتير لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين السيد أشرف الريفي، والشكر أيضا للسيد عبد الباري طاهر الذي لم نتمكن من مواصلة الحديث معه، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.